على اعضاء اللجنه التنظيميه ديال عمليات القرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكركم على الحضور ديالكم اليوم. كنتواجدوا في القاعه الاجتماع النادي الملكي للزوارق الشراعيه بمارينا. المناسبه هي المسابقة الوطنية ديال كأس العرش للصيد الرياضي الشاطئي في نسختها الثالثة. وكما شفتوا وتبعتوا معنا كانت العملية ديال القرعة ديال الأماكن اللي أسفرت عن الواقع ديال 130 لاعب 132 لاعب، كل واحد في الحيز ديالو بالرقم ديالو، كيتنافسوا بالواقع ديال 20 جمعية على الكأس اللي هي الكأس ديال العرش، وايضا كيتنافسوا على الجوائز الماديه اللي هي عباره عن معدات الصيد. هاد المسابقه اللي هي تحت اشراف الجامعه المغربيه للصيد الرياضي البحري وبالتنسيق يعني مع السلطات الولائيه، وكانت بدعم يعني من مجلس العماله والجماعه. كنتمنى حظ سعيد للجميع، والصيد الرياضي الحمد لله في ايادي امنه ويعني المشي في الطريق الصحيح ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم كنا مع حفل قرعه اماكن مسابقه الوطنيه كاس العرش في النسخه ديال الثالثه اللي عتقام يوم غد ان شاء الله بشاطئ البلدي لمدينه طنجه بمشاركه 19 جمعيه من مختلف جهات المملكه اللي مشارك فيها 132 متباري اللي يتباروا على طول يعني ساحل الشاطئ البلدي لمدينه طنجه. المسابقه اللي عتكون في النسخه الثالثه ديال كاس العرش، كنتمناو ان شاء الله تكون نسخه ناجحه، ونتمناو يعني حد سعيد لجميع المشاركين، ونتمناو يكون يعني التباري بروح رياضيه.